بعد الديويل يا جماعة بالنجم عاصي الحليني شيماء هلالي أطلقت أغنية سينجل عنوانها مين بيعشق بدقيقة، كلمات فارس اسكندر، ألحان سليم سلامي، والتوزيع لانيكولا شبلي. وبدأت البحث عن أغنية باللهجة المصرية، ولهالغاية متابعة اتصالات مع ملحنين وشعراء من مصر. شيماء نفذت جلسة تصوير فوتوغرافي خاصة بأغلفة المجلات، وكان لنا معها لقاء حول خطوات المقبلة. منتابع مع الزميلة هنا أميوني. عم بحلم أو حقيقة مين بيعشق بدقيقة، يمكن أنا أول وحدي. شيماء حلم ولا حقيقة أنه بدنا ننزل أول سنجل؟ كان حلم وصار حقيقة. هالأغنية بالذات هي كلام ولحن مين وتوزيع مين أيضا؟ كلمات الشاعر أنا عبقري بالنسبة لي أنا فارس اسكندر، والملحن الكبير أكيد سليم سلامة، وتوزيع نقولة شبلة. خبريني ليه أول سينجل بدك تطرحيه حبيتي تختاري اللون اللبناني بالذات؟ صراحة ما كانش فما تخطيط، معناه كله أجا صدفة. سمعت الغناية وحسيتها معناها أنه لمستني برشا الغناية، وغنيتها وإن شاء الله يحبوها الناس أهم حاجة. كيف رح تدعمي هالأغنية؟ حاليا قاعدة نخدم وحدي، وفما كذا شركة معناها عارضين علي عدة عروض، فما شركة إنتاج في بالي شايفتها الأحسن ومناسبة لي أنا. اليوم انت عم تصوري فوتوشوت، خلينا نضوي كمان على اختياراتك لللوكيت ومع مين قررتي وحبيت تصوري هذا الفوتوشوت. اخترت تصور مع إلي أبي حنا من استوديو روجير مارزل، خاطر حسيته معناها تفهمنا كونه شي طلعني ناتشورال اكثر على طبيعتي، باش الناس ما تتفاجئش فيا برا، يعني شوفوني بالميك اب ولا ميك اب انه يحسوني شيماء. سيسا اخترت لوك يكون طبيعي اكثر. خلينا نضوي على السينجل الثاني اللي راح يجي بعد هذا العمل. قاعده ننوع اكثر، نزلت اللبناني وان شاء الله راح تكون ثاني ستيب معناها المصري، ومن بعد نشوف الناس معناها وين شافوني اكثر وين حبوني اكثر، وناخذ الطريق معناها اللي حبوني فيه الناس اكثر. خبريني عن الدويتو، هالتجربه بينك وبين الفنان عسل الحليني. تجربة حلوة برشا، حبيتها، وأنا اللي شفته كان حبوني الناس فيها، معناها حبوا الديو، معناها التجربة كانت حلوة وتخبيها، إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نعودها معناها. مع مين بتحلمي دويتو الثاني يكون؟ نشوف روحي مع الكل الصراحة، يعني ما عنديش إنسان حدا معين، أما نحب فكرة الديو مع فنانة. في اسم مطروح ببالك؟ فما برشا معايا، فما يارا، فما نحب شيرين، نحب أحلام، نوال كويتية، أنغام، كثير كثير أصوات، كثير كثير أصوات. بالتوفيق لإليك وجود لك. ثانك يو روتانا، ميرسي. رفقنا مشاهدينا شيماء مثل ما تابعتوا بهالتقرير بهالفوتو ساشن اللي انعملت للصحافة والمجلات، هالفوتو ساشن اللي رح يجي ملا رفقنا مشاهدينا مثل ما تابعتوا ما بقى امل لك ها بليز رفقنا مشاهدينا مثل ما تابعتوا بهالتقرير شيماء بالفوتو ساشن اللي انعملت للصحافه وللمجلات، هالفوتو ساشن اللي بيتزامن مع صدور اول سنجل لها. كنت معكم غنى اميوني وبنرجع للاستوديو. لا فعلا هذا الصوت كثير مزعج، كثير بخوف. كنت تحضري باسكت بول شيماء؟ ايه، واحضر على الملعب، هذا الصوت كثير بنقز فعلا. الله يعينه.